يمكن سنة 2018 كانت السنة اللي شهدت مبادرة الأكبر من حيث الكم والكيف، مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحملة دي هي اسمها حملة 100 مليون صحة صحيح، لكنها كانت بتستهدف القضاء على فيروس سي بحلول عام 2020، وكانت بتستهدف تحديدا في مراحلها الأولى 50 مليون مواطن في مراحل الكشف في الثلاث مراحل الأولى. دي كانت الحملة، لكن الحملة كمان يا أحمد خرج منها كتير جدا من المبادرات اللي يمكن تبشرنا في عام 2020. في البداية كده في مبادرة مختلفة، وهي مبادرة الحد من انتشار ونقل العدوى للفيروسات الكبيرة. يعني كمان الأمراض الغير سارية زي ما بنقول كده. بصوا يا جماعة، هو الفكرة إن لما الدولة يعني بدأت تفكر إن هي إزاي ممكن تقضي على الأمراض المزمنة والأمراض كمان الغير سارية، اللي هي من الآخر كده اللي هي بتطول معانا لفترات طويلة، ويمكن كمان العلاج بتاعها بيكون مش فعال بشكل كبير شوية. فلما بدأوا انطلاق الحملة أو المبادرة الرئاسية طبعا اللي هي كانت من سبتمبر 2018 والخاصة بالقضاء على فيروس سي يعني، واللي استهدف كمان 100 مليون مفروض يعني مصري، وبالأخص كمان هي أول شريحة الحمد لله خلصنا فيها 50 مليون مصري والقضاء على فيروس سي. وطبعا 100 مليون صحة هي من أنجح المبادرات المصرية اللي بجد يعني حصل فيها نقلة نوعية بكل بقى يعني متى يعني اللي تتكلم فيه بقى، من كل حاجة بقى، من ناحية الصحة، من ناحية التوعية، من كل شيء احنا ممكن طبعا بنذكره. وزي كده ما انت عمرو قلت كمان ان في امراض اللي هي غير سارية واللي هي طبعا كمان سبب الوفيات عندنا هنا في مصر بنسبة 70% سنويا، وطبعا ده رقم كبير جدا ويخض.